بالنسبه لهذه السنه الزيت غاليه، علاش؟ تقريبا بالنسبه للزيتون قليل، تقريبا يلا تقريبا 30% حتى 35% هي اللي ولدت تقريبا هذا العام. علاش؟ لان التساقطات المطريه قليله، وبالنسبه للسدود ما بقاش فيه الماء، وبالنسبه للابار ما بقاش فيهم الماء، اللي حافرين مثلا 50 حتى 60 تقريبا اللي حافرين. بالنسبه للزيت دابا حاليا دايره 80 درهم الزيتون، من تقريبا من 9 دراهم اونص اللي تقريبا حتى 11 درهم اللي داير حاليا. بالنسبه للزيت هنا في بني ملال هذه السنه هذا قليل، ما عطيش تقريبا ما بين 14 حتى 17، ما عطيش الروندوم هذا العام. بالنسبه للزيتون اللي تيكون فيه جوده مزيانه هو تيكون على ثلاثه، ما بين الابيض والاحمر والكحل، تيكون مخلط على ثلاثه، هو اللي تيعطي واحد الزيت ذات جوده عاليه. وبالنسبه تنطلبوا الله تعالى بالنسبه يغيثنا ان شاء الله بالامطار، لان هذه البلاد هذه خاصه غير الشتاء. 20 كيلو الزيتون اخويا هذا العام ناقص، ما كاينش، الثمن غالي، والزيتون ما ولدش. دابا كنكيلوه حنا هنا في القيطون كنديو ب 160 150 160، واني ما عاطيش، عاطي 10 11 هادشي اللي عاطي. العام الفايت كان مزيان، كان مزيان، كان داير 140، وصلت حتى ل 140، واني كيعطي، كاينه الجوده، كاين كلشي، كاين كان تيعطي. هاد العام راه ما كيعطيش. السبب عام الاول كان شويه باقي الشجر حي، باقي شويه، كان شويه الشتاء. هاد العام الشتاء ناقصه، الله يرحمنا، الله يرحمنا. بالنسبه لهذا العام اخي كاين الزيتون قليل، قليل هذا العام، وبالرغم من ذلك الناس ما كيستغناوش على الزيتون، ولو واخا توصل الثمن اللي بغات توصل. دابا الزيت حاليا دايره 80 درهم باش كنبيعها اليوم، ولكن غدا ولا بعد غدا تقدر توصل ل 85، تقدر توصل ل 90. هذا الشيء كامل جاي من ان الزيتون قليل، وفي نفس الوقت الثمن ديالو مرتفع. دابا كاينين الناس كيجيو يتقداو مثلا الزيت، كتسحب لهم صاحب المنصره ولا هو اللي كيزيد عليهم في الثمن ولا، ولكن كما كنقول لهم الزيتون راه من ديبار ديالو طالع غالي، ومازال ما كيعطيش مزيان. الله دابا حاليا واصل مخير في الزيتون، راه كيعطي دابا 16 17، اكثريه كيبقى ما بين 13 حتى 15. الثمن ديال الزيتون كيبقى ما بين 10 دراهم، كان واحد فاش يبدا الزيتون كان بتسعود 9.5، دابا حاليا داير 11 درهم وال 222 ريال 220، هذا هو الثمن اللي كيتراوح بينهم، ما كينزلش على 10 دراهم. خويا زيت الزيتون هذا العام قليل، من ناحيه الجفاف، ومن ناحيه البراج ديال بين الويدان الاخوة، ومن ناحيه الضيعات اللي مشاو يبسوا لماليهم، الله يرحم فينا. والبلايص اللي كيجي منها الزيتون راها مسقيه وفيها تيا شي شويه، والعرض راه قليل والطلب كثير، هذاك الشيء علاش الثمن راه مرتفع. دابا راه كاينه 10 دراهم، كاينه 11 درهم، كاينه 11 درهم ونص في السلعه اللي فيها الروندمون، سينو راه الثمن غادي يكون قل من هذا الشيء. هذا السلعه اللي ما عطيهاش بزاف، راه الناس كتهرب منها في المشرى ديالها، الا اللي شراها بلا ما يعرف، وراه زايده بزاف، من 7 دراهم 6 دراهم حتى لهاد السومه هذه راه بزاف، راه غتزيد اكثر من 60%. هاك هاي كاتبرك عليها، ها ها ما فيش الماء كاع. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.